ولو محمد صلاح اتعور في اخر ربع ساعه هتبقى وانت مشكله كده كده واصل للدور الثاني، ولو كنت وفي نفس الوقت في لعيبه بره عايزه تحضرها، محمد صلاح لازم ياخد ريست، لان هو جاي من دوري قوي، الدوري الانجليزي، لعب ماتشات كتير، لعب في بطوله اوروبا، لعب 3 ماتشات دلوقتي، لعب مع نيجيريا وغينيا والنهارده السودان. السودان فريق محترم بيجتهد، وانت كسبان 1-0، ولو السودان اجتهد وفضل ربع ساعه وتعادل مش مصر هتوصل برضه في نفس المركز. هي وجهات نظر، لكن احنا بنتكلم على الراحه. طب لو محمد صلاح، نفرض دلوقتي محمد صلاح اتخبط اتضرب واتعور وما لعبش الماتش اللي جاي، كنت الكلام كان هيتقال ايه؟ هي مدارس، مش يعني مدارس، وجهات لا نظر. هي معطيات. انت النهارده وصلت خلاص، طيب وكسبان. يعني لو اتعادلت اسوأ الظروف هتوصل. طب ناخد وجهه نظر ثالثه، اصل هي مش تحديات، يعني مش your question was سؤالك كان سهل تحط محمد صلاح دكة الله بره ولا لا؟ وانا جاوبت على السؤال ده. سؤالك كان سهل تحط محمد صلاح بره على الدكه؟ لا مش على الدكه، تغيروا اثناء المباراه. ده كان سؤالي، ان انت بنتكلم بالتحديد النهارده. النهارده ما دام في الموقف ده لما طلع، لو انت اتاهلت كابتن حسام حسن عنده حق، لو انت اتاهلت خلاص، لا انت مفيش مخاطره خالص، مفيش مخاطره خالص. Fresh for the next match. وهتبقى عندك فايق الماتش الجاي. تذكر لو مصر اتأهلت تمام في البطولة العربية، في آخر مباراة كانوا متأهلين قبل المباراة الأخيرة في البطولة العربية. وأنا نفسي وأنت حتى سألت بسأل نفسي نفس السؤال اللي كابتن حسام بيقوله، حطيت نفسي في مكانه بقول نفس الكلام. قلت ليه سوليا لعبه في الماتش الأخير برغم من تأهل منتخب مصر؟ سوليا لعب 4-5 ماتشات ومنهم ماتشين بوقت اضافي. وطبعا تاريخ سوليا قبل بطوله عربيه، قبل لعب في بطوله عربيه، لعب مع الاهلي كل الماتشات قبل بطوله عربيه. فكنت بسال نفسي نفس السؤال اللي بيساله كابتن حسام دلوقتي، ليه ادى سوليا الماتش ده؟ ليه سوليا لعبه الماتش ده برغم ان هو عرفت ايه اللي حصل بعد كده؟ نفس اللي كان بيتكلم فيه كابتن حسام، ممكن يحصل برضه زي محمد صلاح يتصاب. انا قلت السؤال، سوليا اتصاب الماتش بعد الماتش بالظبط، قبل ماتش كازاك بلاك هو بيسخن تم اصابته، فعشان كده بقى اي كلام.